السلام عليكم يا شباب. النهارده احنا في معرض مع شركه سفيكو. ان شاء الله الباشمهندس هيدي لنا فكره عن البرودكتس اللي موجوده عندهم وكل البرودكتس والاجزاء اللي هم عارضينها في المعرض. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمه الله. المهندس علاء بنات معكم مدير مبيعات الرياض المنطقه الوسطى. هنعطيكم فكره بسيطه اليوم عن منتجات سفيكو. طبعا سفيكو هو مصنع متخصص في انظمه الاطفاء والانذار لمده 40 سنه. كان المصنع الرئيسي موجود في الرياض. يعني بشكل عام احنا متخصصين في طفايات الحريق، صناديق الاطفاء، مضخات الحريق. خلينا نحكي شوي عن مضخات الحريق اللي موجوده عندنا بانواعها الثلاثه، الانسكشن، السبليت كيس، والفيرتيكال تربين بومبس. متواجد الان بساسو ابروف اللي هي النانيو البام، يو ال ليستد واليو ال اف ام. متواجد عندنا المضخات الان هاي بستكات عاليه، احنا بنقدر نوردها من خلال فتره اسبوعين برينج من 250 جي بي ام لغاية 1500 جي بي ام، ممكن لغاية 10 بار موجودة عندنا ستوك. الستيشن اللي موجودة عندنا في المصنع برضو تقدر تيجي تحضر الفحص تبع مضختك عندنا في المصنع وتاخذ سيرتيفيكيت الفحص مباشرة. أنظمة الإطفاء اللي موجودة عندنا CO2 سيستم، طبعا هو نظام موجود من فترة طويلة لكن الآن احنا صار متواجد عندنا عليه سيرتيفيكيت اليو ال ليستد، فصار اعتماده أسهل مع المشاريع الكبيرة والسبيسيفيكيشن اللي بتتطلب شهادات، وموجود برضه بستوك عالي ممكن انه احنا نورده بفترات قصيره. البرودكت الجديد اللي ممكن نحكي عنه برضه موجود عندنا الان اللي هو صناديق الحريق. صناديق الحريق اليو ال ليستد او الفاير ريتد. الفاير ريتد كابينتس هي عباره عن تو بوكس في بينهم ايزوليشن ماتيريال. هاي الماتيريال هي عباره عن سيراميك فايبر ريتد لغايه 2 اورز. بتكون يعني طلب الكابينتس هاي تتركب في الوولز اللي هي اوريدي فاير ريتد، حتى ما تكون نقطة ضعف. عندنا الفوم كابينتس برضو، عندنا البلادر تانكس فوم سيستم بشكل كامل، عندنا الفاير ريتد دور فريم دور وذ اكسسوارز يو ال ليستد برضو فاير ريتد من 2 تو 3 اورز 120 ل 180 دقيقة. الهوز ريل المعتادة، الرابر هوز 3 ارباع و 1 انش برضو موجود عندنا، لاندنج فالف وانجل فالف 1.5، سينتيتيك هوز 1.5 و 2.5 استخدامات، الدفاع المدني برضو متواجد موجود عندنا. بحب انوه لنقطة بخصوص الفاير دورز انه احنا الدايمنشن اللي بينطلب بنصنع يعني موديفيكيشن، لانه يعني مش عندنا ستاندرد دايمنشن بنصنع عليه، لا اي مقاس بيطلبه العميل بنصنع اي مقاس. اي مقاسات موجوده ومتوفره لدى لنا؟ نعم، التصنيع على حسب طلب العميل، حسب طلب العميل المقاسات اللي موجوده عنده في اوكي. عندنا هون الكيتشن هود سيستم اللي هو النظام المتخصص باطفاء المطابخ. طبعا السلندر هذا بيكون موجود فيه ماده اسمها الويت كيميكال، هي الماده المعتمده لاطفاء الحرائق الخاصه بالزيوت والشحوم في المطابخ اوكي. من خلال النوزلز طبعا برضه بيكون في عندنا ديتكتورز، لكن مش راكب الان في ديتكتور بتستشعر الحريق وبيطلع الماده هاي على الهود اللي بيكون موجود تحت. المقاسات بتختلف طبعا للاسطوانه على حسب حجم الهود، كل ما كان الهود اكبر كل ما تطلب حجم اسطوانات. انظمه الغازات النظيفه اوكي تك تك. انظمه الغازات النظيفه اللي هي الاف كي داش 5 داش 12 والاتش اف سي 227 اي 8، تو تايبس اوف كلين ايجنت اللي هم في لهم وايد رينج برضه استخداماتهم. هم سفيكو برودكت يو ال اف ام تمام. في عندنا هون سيميوليشن روم ممكن برضه نحكي عنها شوي. اجزاء النظام طبعا اللي هي بتكون من جزئين رئيسيات، الكهربائيه والميكانيكيه. الاجزاء الكهربائيه اللي هي الديتكتورز اللي بتستشعر الحريق سواء بالدخان او بالحراره، وبتعطي الارم للوحه تمام لحتى تعطي انذار اول مرحله عن طريق الجرس. بعد هيك الكروس ليستنج اللي مع الديتكتور الثاني يعطي انذار ثاني للوحه لتاكيد الحريق تمام. فبعد هيك ببلش عندنا العد التنازلي من 30 ل 60 ثانيه حسب البرمجه اللي بتتم للوحه لحتى تبدا عندنا مرحله الاطلاق. مرحله الاطلاق بتكون من الجزء الميكانيكي اللي هو الاسطوانه وعليها سولينويد اكتويتر والنوزل. طبعا لما نحكي الشيء المهم في انظمه الغازات اللي هي بتعتمد على التوتال فلودنج، بمعنى انه الغرفه هاي تختلف كميه الغاز اللي بتحتاجها عن غرف ثانيه، معناته انا كل غرفه بحسب
كمية الغاز بتحتاجها على حسب الحجم. يعني أقدر أقول إن كل غرفة ليها سيبرت كالكوليشنز وليها كمية خاصة بيها. نعم. عشان ما يحصلش إهدار لأنه مبدأ الإطفاء بالغاز وبيعتمد على إشي اسمه التوتال فلودينج، يعني الغمر الكلي للغرفة كاملة. أوكي. فلهيك إحنا لازم نتأكد إنه الغاز اللي راح يطلع من الأسطوانة في مدة من 8 إلى 10 ثواني مدة الإطفاء يكون كافي لحتى يعمل يعني فلودينج للغرفة كاملة. هاي الأجزاء الكهربائية زي ما حكينا، البيل والهورن والستروب والإلكتريك كنترول بانيل، السموك ديتكتورز والنزل. طبعا النزل بينعمل الفوهات اللي فيه هاي بناء على الهايدرو كالكوليشن اللي بتنعمل على البرامج. اوكي. رح نحكي هلا ناخذ الجزء ده يا باشمهندس بتاع الجزء الخارجي ده. هذا هو الجزء الميكانيكي، هاي الاسطوانه ايوه اللي بتم تعبئتها زي ما حكينا بناء على حجم الغرفه وكميه الغاز اللي بتحتاجها هاي الغرفه بناء على الحسابات. ببين عندنا هون على البريشر جيج الضغط اللي بتكون موجوده في الاسطوانه، الضغط الطبيعي بيكون 25 بار، للنوفيك بيكون 500 بي اس اي. عندنا مانوال كنترول، هذا اللي هو ممكن يتحكم فيه الشخص اذا بده يفعل النظام مباشره، يعني لو اجى عندنا شخص وشاف الحريق قبل ما يخلصوا 60 ثانيه ممكن انه يشغل النظام مانيوالي مباشره. نعم. وهذا الالكتريك سولينويد اللي هو مشبوك على اللوحه، من هون بيتم التفعيل الاوتوماتيكي للنظام. اوكي. لما بيجي السيجنال من اللوحه للدسجارج. طبعا عندنا هون البايب زي ما حكينا ثرو ذا نوزل الدسجارج تايم من 8 ل 10 ثواني مش اكثر من هيك. دسجارج تايم فروم 8 تو 10 سكندز اونلي. اوكي. سفيكو في عندها وايد رينج اوف سلندرز، عندنا من 20 LBS اب تو 1200 LBS، هذا اللي هو السلندر سايز، فاحنا قادرين انه احنا نغطي اي غرفه باي حجم بكميه الغاز المطلوبه. ما بيحتاج اني استخدم 10 او 15 اسطوانه لغرفه واحده من حجم صغير. عندنا اسطوانات لغايه 600 كيلو للغرفه واحده. فعندنا وايد رينج زي ما حكينا من 20 LBS اب تو 1200 LBS. زي ما حكينا السيستم يو ال ليستد وفهم ابروفد از ا سيستم، الكومبوننتس كلها والسيستم برضه ابروفد يو ال افهم. فوم بلادر تانك اغلب استخداماته بتكون في الجنريتر روم والديزل تانك، البروتكشن للديزل تانك اللي ما بتكون اوريدي موجوده تحت مغطيه بالتراب. متواجد الان سفيكو نون يو ال اساسه ابروفد ويو ال ليستد. فترات توريد لا تتعدى 6 اسابيع لنظام الفوم. يو ال ليستد سفيكو برودكت تقريبا كل البرودكتس يو ال ليستد. هلا احنا شغالين على انه يكون كل برودكت موجود عندنا يو ال او يو ال اف ام. عندنا سامبل من الكابينتس هون، هذه اللي هي الهايدرنت كابينت اللي بتكون متواجده جنب الهايدرنت. هاي طبعا بكل استخدامات الدفاع المدني مباشره، الهوز بيكون 1.5 او 2.5 حسب السبيسيفيكيشن للمشروع حتى يقدر يشبكها رجل الدفاع المدني على الفاير هايدرنت يستخدمها مباشره في اطفاء الحريق. فاير هايدرنت الدراي والويت والفالف والبوست البوست انديكيتر سبندل، هذول يعني الميكانيكال بارتس للفاير هايدرنت هي حنفيه الحريق الخاصه برجال الدفاع المدني. البرودكت الجديد اللي هلا سفيكو اندر ديزاين، خلينا نحكي الفاينل تاتش، وان شاء الله خلال شهر رح نعمل لانش عليه في الماركتينج لحتى نبدا نبيع نظام جديد اللي هو الووتر ميست. الووتر ميست سيستم متواجد بقله خلينا نحكي في السوق السعودي وما في سبلايرز كثير له، فاحنا هلا اخذنا الليد لحتى انه احنا نصنع ونكون برضه متخصصين في الديزاين وتوريد وتركيب انظمه الووتر ميست. ايه السبيكس الجديده والحصريه مع سفيكو في الووتر ميست سيستم؟ يعني هلا احنا زي ما حكيت لك انه احنا شغالين في مرحله الديزاين، لكن الووتر ميست هو ايش الهدف منه؟ ريسنتلي صار ينحكى كثير في موضوع الغازات، حتى الغازات النظيفه، في موضوع طبقه الاوزون وتاثيرها على الاوزون. اوكي. فبلشت البحث عن حلول بديله تحافظ على الاكويبمنت الثمين للعميل، بحيث انه لو يعني صار سبريشن للسيستم الاكويبمنت ما تنأذى نفس الوقت ما نأثر على البيئة. فإحنا رحنا لاستخدام الووتر، الووتر ميست بين 100 ل 150 مايكرون بيكون هو الحجم الرذاذ فعليا اللي بيطلع،
بضغط سواء لو بريشر او هاي بريشر، تمام؟ فبالتالي هو راح يعني راح يعمل سبريشن للحريق، راح يطفي الحريق، ما راح يؤذي الاكويبمنت. هذا النظام بعد ما يشتغل بالرغم من انه مائي لكن ما راح تلاقي اثار له على الارض، ما في مي، ما في مي. فهو عباره عن زي ما حكيت لك من 100 ل 150 مايكرون حجم الرذاذ اللي بيطلع من النوزلز. اوكي، فهو الهدف منه انه نحافظ على البيئه، نحافظ على الاشياء الثمينه اللي للكلاينت اللي موجوده في الغرف. هل هيبقى سعره اغلى شويه ولا كتير ولا في النورمال بما انه هو يعني بيحافظ اكثر على المنتجات؟ هلا حاليا ما بقدر اجاوبك على هذا السؤال لانه احنا لسه يعني ما بلشنا في مرحله الكوستينج، او يعني احنا هلا مركزين على الديزاين، مركزين على انه احنا نعطي سوليوشن جديد في الماركت اسمه الووتر ميست. فان شاء الله اسعاره بتكون برضه مناسب، يعني زي ما سفيكو دائما عودت الكلاينت انه احنا نقدم برودكت عالي الجوده وسعر مناسب. سعر مناسب. من الاشياء اللي برضه بقدمها سفيكو، في ناس يمكن ما بيعرفوا عنها، الورنتي الطويل. احنا ممكن نعطي على البرودكت تبعنا 4 ل5 سنوات ضمان. احنا عندنا اقسام في الديزاين، عندنا اقسام في البروجكتس ديبارتمنت، تيستينج، كوميشنينج. يعني احنا عندنا افتر سيلز برضه قوي، احنا ممكن نعمل لك سبورت حتى بعد توريد السيستم تبعك سنه سنتين، حتى لو خرج من الضمان احنا جاهزين انه احنا نلبيك بزياره ونعمل انسبكشن، واذا في مشكله معينه نعالجها. شكرا باشمهندس، وشكرا ليك على استضافتكم لينا. كل ارتجالي. حبيت يعني